استحق ان انا كل واحد يطلع يقول لك اصله وناشئين ناشئين بقى عندهم 24 و22 و23 سنه. لا الناشئين يا جماعه اللي نعرفهم 16 و17 سنه وكلام من هذا القبيل. فاللي انا بقوله ان كل اللي بيحصل او اللي حصل من امبارح لغايه النهارده وفرحه بعض من لا يشجع النادي الاهلي في النادي الاهلي، ما هو حر ما عنديش مشكله، ولكن انا اللي خليتهم يعملوا كده. انا كنادي اهلي وكلاعيبه النادي الاهلي انا اللي خليتهم يعملوا كده. الشوط الاول هذه المباراه كانت من الممكن ان تكون مباراه قياسيه بكل المقاييس. دي وجهه نظري بالمناسبه، وجهه نظر يعني البيت الكبير بعد ما كلنا اتكلمنا في كل الامور. لكن حضرتك بعض اللاعبين اللي لازم يقعدوا مع نفسهم ويشوفوا ايه اللي جاي، اللي جاي هيبقى اصعب. انا عارف ان انتوا مظلومين، وعارف ان انتوا عندكم، انا بتكلم على لعيبه الاهلي هنا، وعارف ان انتوا عندكم اجهاد كبير جدا جدا جدا، وانا مع حضراتكم في هذا الامر. ودايما دايما انا ببقى مع اللعيبه، لان انا كنت مكانهم في يوم من الايام وبشوف اللي بيحصل ده من المباريات. انا اسف ان انا هقول انا برضو، لكن انا لعبت مباريات اهلي وزمالك كتير جدا. من المباريات الصعبه جدا هي مباريات الاهلي والزمالك. يعني ايه؟ يعني لو انت لقيت الزمالك في ماتش زي امبارح ومديك فرصه ان انت تكسب، خصوصا الشوط الاول، ان انت تكسب وبعدد كبير ووافر من الاهداف، وانت ما كسبتش، يبقى انتظر اللي هيحصل فيك، لان مثل هذه المباريات بتتغير في لحظه. بتتغير في لحظه. بتخلي الميت يبقى حي، وتخلي الحزين يبقى سعيد في ثانيه، كل حاجه بتتغير في ثانيه، والناشئ يبقى لعيب كبير. هذه هي قيمه مباراه الاهلي والزمالك، هذه هي قيمه الديربي ما بين الاهلي والزمالك. فانا عندي اخطاء، عندي اخطاء، على الرغم من اعترافي بان في مجهود كبير وان في تعب كبير جدا على اللاعبين، وان كل اللاعبين مجهدين اجهاد غير طبيعي بجد والله. انا ده بقوله من قلبي فعلا، ولكن انا كان ممكن جدا اكسب في مباراه امبارح، خصوصا في الشوط الاول. كان ممكن جدا اخلص هذه المباراه والشوط الثاني اعمل اللي انا عايزه. دايما انا كنت متعود، او الاجيال السابقه في النادي الاهلي كانت متعوده على ايه؟ حتى هذا الجيل، حتى هذا الجيل اللي موجود من اللاعبين. بلاش، خلينا نرجع شويه للدور الاول. الدور الاول انا كسبت 5-3. انا كسبت 5-3. اتقال ايه؟ اتقال كويس قوي ان والله الراجل عمل وخلى، الراجل في الزمالك يعني عمل وخلى وسوى. ما حدش اتكلم على الاهلي، ما حدش اتكلم على موسيماني ساعتها ان هو كسب 5-3. فريق كسب يعني المباراه السابقه، فريق كسبان 5-3 والناس طالعه زعلانه، او جمهور الاهلي متضايق ان انا دخل فيها 3 اهداف.